أن يأخذ مجراه. إحنا عندنا الثقة التامة في العدالة ديالنا وفي القضاء ديالنا المغربي اللي كيعترفوا به دول العالم كاملين. نجوز لهادوك الحمير ديال على برا، ولكن هادوك ماشي مسلمين، ما عندهم عيد، ما عندهم الحمر ديال عزوز، الميكروب، الجرثومة، الوسخ، وما كيدخل بين الضفار واللحم غير الوسخ يا الزبل يا لوغدور. تفارقنا، خلينا عليك، بعد علينا، اعطينا ابتساع، بعد على المغاربة والمغرب يا الحمار. راسي نهار يخرج فيك شي مغربي بالله العلي العظيم يكون غير بحالي تكتبك تصفي ليمك بالله يا الحمار. خطي المغاربة عليك، خطي المغرب عليك، ياك ماشي مغربي واش بينك معانا خويا؟ حيد علينا انت وداك الحمار ديال بوهلال اللي في السويد، ياك كتب باسبور ديال السويد وكديرو تحت الوسادة براس المصحف، وخطيونا عليكم بعدو منا. وداك الطبيب العسكري اللي تا هو في السويد، مالك انت كتعمر فينا على بعضياتنا؟ خطيونا عليكم، ما بقيتوش مغاربة، بعدو منا سيدي، خليونا نعيشو في دارنا مع خوتنا بيناتنا، مشاكلنا بيناتنا صفيوها بيناتنا، ما يدخل بيناتنا تا واحد، حنا ما كلفنا تا واحد يهضر معانا ولا يهضر علينا ولا، بعدو منا، خطيو المغرب عليكم، المغرب شي حاجة كبيرة وبعيدة عليكم يا الحمير، يا الحوت الزبل، يا الخماج. المغرب راه بالسيادة ديالو، المغرب راه عتيق، المغرب راه برجالتو، برجالة ديالو، بالنساء ديالو، بالحرائر ديالو، أحرار الحرائر بحال اللي كيقولو، بكل شي ديالو، ما وقفش عليكم تتجيو نتوما تنبحو، يا الحمير، يا الوسخ، أنا قلتكم ما كيدخل بين الضفار واللحم غير لوسخ، ثم هو دوك لوسخ اللي كيدخل يا الزبل يا الميكروبات يا الجراثيم. هذاك ديال الميريكان بعدا هذاك عندي انا بحال ليبولا، بحال الميكروب ديال ليبولا. تفو خوتي ما تبقاوش، كنرجع لخوتي الاحرار المغاربه بوروس، ما تبقاوش ديو على هذوك الحمير، هذوك البغوله، هذوك اللي انتم كتشوفوا النتائج كيبقاو يحميو السوق، كيبقاو يعمروا الشباب اللي راسهم خاوي، شوفين اداو بيهم، راه هما السبب اللي وقع على هاد الشي، هذا هما السبب، سبب باش بقاو ولادنا في السجن في العيد، هما السبب في كل شيء، عيقوا المغاربة، وبقاو تصنتو ليهم وزيدوهم مشاهدات، دوك المشاهدات اللي كتزيدوهم راه غير باش كيلقاو باش يشريو البيرة والكارو وباش ياكلو على حسابكم، في الآخر كيتفرجو فينا في التلفزيونات، يقول لك شو المغاربة، عيقوا، عيقوا أخوتي المغاربة اللي كنموت عليكم بالدم، بالقلب، عيقوا أخوتي مالكم، عيقوا. سالي متى نبقاو حنا هكا؟ واش كيشحنونا وحدين اخرين التيسع حنا غادي نبقاو بيناتنا كن علاش؟ الله ينعلي ماهم، بحال اللي قلت لكم مرة أخرى، حنا خصنا عندنا مشاكل ولا عندنا شي حاجات ولا هادي، حنا خصنا نديرو يد في يد ونتحاماو ضد دوك المشاكل اللي عندنا، ماشي حنا نتخاصمو بيناتنا ونخليو دوك المشاكل كتكبر كتزيد تتسع، حنا خصنا نديروها ونكونطريو داكشي اللي كيهددنا وداكشي اللي كيهددنا الاستقرار ديالنا،
بحال هاد اعداء الاستقرار اللي هضرت ليكم عليهم. انا هادو كنسميهم اعداء الاستقرار المغربي، هادوك بحال اللي متفقين معدلين مكونين باش يزعزعوا الاستقرار المغربي. هذا هو الهدف ديالو، واللي عمرها ما تكون ليماو حمير خنز. سمحوا لي اخوتي بزاف على هاد الانفعال، لان هما السبب في كل شيء. غادي نعاود نقول حنا متاسفين، وحنا راه قلبنا مع العائلات ديال المعتقلين اللي في الريف، حنا قلبنا معاهم، وتا حنا كنتقصحوا معاهم وكنحسوا باللي هما كيحسوا به تجاه ولادهم. تا حنا عندنا ولادنا وعندنا الاحفاد ديالنا، وهادشي هذا والله اللي غيكون الله اللي تولى كل شيء. ما كاينش حسن من الله، ونديروا اليقين ديالنا في الله كاملين، وما يكون غير الخير ان شاء الله. وانتم حاولوا الى ربما خرجوا وليداتكم، ينبهوهم وريهم المواطنه وريهم. حنا كنا كنطلبوا مطالب حقوقيه وليدي، خصنا المدرسه وخصنا السبيطار وخصنا، واش جاب لنا الرايات ولا ما نعرف شنو. وفهموا ولادكم تنتوما، وسمحوا لي بزاف. عواشركم مبارك اخوتي، عيد مبارك سعيد على سيدنا الله ينصرو. نعاودها على سيدنا الله ينصرو، الله ينصرو، الله ينصرو، ويخليه لينا ويخليه على راس الامه المغربيه وعلى اخوتي المغاربه كاملين، واحد واحد ووحده وحده. مبروك عيدكم، وعقبه 100 سنة بحال اللي كيقولوا، والله يجعل مغربنا يكون ان شاء الله بخير وعلى خير في المستقبل القريب ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم، وسمحوا لي، كان معكم خاكم محمد العربي الطنجاوي. حاولوا اخوتي تبارطاجيو هذا الفيديو، وحاولوا تابوناو في لاشين ديالي. رانا اول مره كنطلب هاد الطلب، عمري ما قلت في شي فيديو طلبت من الناس يتابوناو عندي، اولا نقول لهم بقاو تبارطاجيو. ودابا اول مره كنتقدم لكم بهاد الطلب، تابوناو في لاشين ديالي، وراه ما تشوفوا غير اللي يعجبكم. اخوتي الحبايب، عندي ثقه فيكم كبيره، وبارطاجيو هاد الفيديو. الله يجازيكم بخير، والله يرضي عليكم، والسلام عليكم، وشكرا. عيشوا اخوتي.